شهدت مختلف الصيدليات خلال أزمة كورونا نقصاً في عدد من الأدوية، ولعل أبرزها أدوية تخثر الدم التي ازداد الطلب عليها من قبل مرضى كوفيد-19 وأصحاب الأمراض المزمنة. يعني على كل حال كانت هناك اجتماعات عديدة مع وزارة الصناعة الصيدلانية وممثلين الموزعين والمنتجين من أجل تدارك الوضع، وكانت هناك تعليمات أعطيت من طرف جمعية الموزعين والمنتجين ومن بالتنسيق مع وزارة الصناعة الصيدلانية لتحرير المخزون. نعم، وزارة الصناعة الصيدلانية أنشأت مرصد وطني لليقظة فيما يخص وفرة الأدوية أو ندرة الأدوية أو المواد الصيدلانية، والعمل على إيجاد حلول لندرة هذه الأدوية. إضافة إلى إحصاء الأدوية التي تشهد نقصاً، تسعى وزارة الصناعة الصيدلانية إلى تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية وتقليص نسبة استيرادها في خطوة أخرى لتغطية حاجية السوق المحلية. إصدار دفتر الشروط الجديد لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الذي مكن يعني من خفض فاتورة الاستيراد من 2 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار بالمقارنة لسنة 2019، يعني خفض يقدر بحوالي 800 مليون دولار. تنظيم سوق الأدوية حتمية تفرض نفسها في ظل تسريع وتيرة الإنتاج المحلي، الأمر الذي سيسمح بالنهوض بالاقتصاد الوطني من جهة وضمان وفرة الأدوية للمرضى من جهة أخرى.